GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة بسيطة خالص وهي أعمل Optimization للشيب بتاعي. إزاي؟ أغير فيه شوية أو أديله شوية ملامح بسيطة خالص. هستعمل في الموضوع ده البرش تول اللي احنا لسه واخدينها في الدرس اللي فات لو انت متابع الدروس بالترتيب، وهختار اللون وليكن الأخضر حاجة زي كده، وبرسم أي شيب عندي. بالك أنا هو عمل لي الموضوع ده عشان أنا مختار drawing tool، وأنا هسيبها زي ما هي أو object drawing، وهخليها مثلا حاجة بالطريقة دي، وهديها اللون الأغمق شوية. لما اجي عايز اعمل حاجة تانية او اطلع بره الشيب ده، بضغط على selection وبدوس بره وبرجع تاني عشان اديها شوية ملامح خفيفة، ونختار paint fills واشتغل بنفس التكتيك اللي احنا اتعلمناه قبل كده. نكون حاجة زي كده، وبعدين حاجة حاجة زي كده مثلا اي شكل. ده عبارة عن object drawing. طيب عايز اختار كل ده، وأشوف أعمل Optimization إزاي أو تغيير خفيف طفيف للموضوع ده. باجي من عند Modify وأجي عند Shape وأقول له Optimize. Optimize هنا في حاجات هنا Optimize Strength اللي هي قوة الـOptimization بتاعتك، وعندك هنا اللي أقول لك هتشوف المسج بتاعتك. هيطلع لك مسج دلوقتي انت عايز تشوفها ولا لا بعد ما تعمل اوبتمايزيشن او تغير الارقام دي. وهنا البريفيو اللي هي يتطبق على طول على الورك سبيس او على الشكل بتاعك قدامك هنا على الورك سبيس. فهنا بروح اقيل له مثلا، لاحظ معايا الشكل لما ابتدي اغير واسيب الشكل بيتغير تغيير طفيف قوي. تمام، لاحظ معايا انا اخليه مثلا على 100 واقول له اوكي. بيقول لي الاوريجينال شيب بتاعك فيه 55 كيرف وانا عملت لك 39 كيرف، المجموع يعني 29%. اوكي، دي كانت الاوبتمايزيشن بطريقة بسيطة خالص وبطريقة سهلة، ودي بنستخدمها يعني دايما في الاشكال. دايما بعمل فيلم كرتون او تعديل بسيط، او لما اجي اعمل رسم او ارسم حاجة معينة بعمل لها حاجة بسيطة زي كده. السلام عليكم.